بسيط في معركة الدفاع عن حرية الرأي وعن حرية الرأي والتعبير. ودي قضية عمري يعني القضية الوحيدة التي لم يعني أتوانى يوم في الدفاع عنها، لأنه أنا عارف أن مهنة الصحافة والإعلام تساوي الحرية. نضلت ضد نظام السادات من أجل هذا الموضوع وسجنت، ونضلت ضد نظام حسني مبارك من أجل حرية الإعلام وسجنت. ويعني بعتبر أن دي شرف لأي حد مننا أنه هو يدافع عن حرية الرأي والتعبير. لا يمكن أنت المجتمعات تتقدم إلا إذا كان في حرية رأي وتعبير، إذا كان في معلومات، إذا كان في رأي والرأي الآخر. المجتمعات الأخرى الغربية وغيرها تقدمت لأنها هناك تدفق حر المعلومات، هناك منابر لتبادل الآراء في وسائل الإعلام. تقييم حضرتك لأداء الإعلام الحكومي والخاص في الفترة الحالية إيه؟ لا، الإعلام الحكومي ينتقل من سيء لأسوأ، والإعلام الحكومي ما زال في قبضة الدولة، لم تفلته الدولة من يدها، لا في عهد مبارك ولا في عهد المجلس العسكري ولا في عهد الإخوان المسلمين، وبالتالي لم يحدث أي تحسن. وضربت مثلا هنا أنه ما يتصل بك معد أحد البرامج ليخبرك أنه أخذ موافقة الوزير شخصيا على حضور، فتقدر تعرفي قد إيه القبضة الحكومية مسيطرة. الإعلام الخاص فيه محاولات جيدة جدا للتطوير ولرفع سقف الحرية، في بعض الأخطاء المهنية تتم، لكن الإعلام الخاص الآن والمستقل بشكل عام هو الذي يحمي حرية الإعلام في مصر الآن، بعد أن أصبح الإعلام الحكومي تماما تحت قبضة جماعة الإخوان المسلمين. نازل 30 يونيو عشان نسترد الثورة ممن سرقوها، عشان نقتص حقوق الشهداء، وقضية حقوق الشهداء هي قضية عمري ولن أتنازل عنها ولن أتوانى عنها. نازلين يوم 30 يونيو عشان ثورة حق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وإذا عاد الإخوان مرة أخرى إلى صفوف الثورة فنحن نرحب بهم، لكن أن يتحولوا إلى الثورة المضادة ويتورطوا في قتل الشهداء كما فعل المجلس العسكري وكما فعل مبارك من قبلهم، فنحن نطالب وندعو إلى استرداد الثورة. ثم أن مطلب 30 يونيو واضح، هو العودة إلى الإرادة الشعبية، إلى الشعب المصري مصدر السلطات، لكي يقول من هو رئيسه الذي يستطيع أن يحقق أهداف الثورة الشعبية، حتى لا يقال أن احنا أسقطنا رئيسا منتخبا فليكون هناك انتخابات، وإذا أراد نفس الرئيس أن يتبارى في هذه الانتخابات فليتنافس. نعود كلنا إلى المصريين، وهم كلنا هم يعني يأمرون ونحن ننفذ إرادتهم.